السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ الصوت بتاعي واضح ولا لا؟ تمام كويس. بإذن الله الكورس ده اللي هو التأهيل الاختبارات الدولية بالنسبة للاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3 بالتعاون بين الأكاديمية الأمريكية للتدريب بمحافظة أسوان وشركة بيم إيريبيا الهندسية وشركة ماك الهندسية والهندسة بدون كورسات وإكس بروجكت، ومعانا زي ما قلنا فونكس أكاديمي. فالكورس برعاية الأكاديمية وبرعاية الشركات الهندسية سواء كان بيم أريبيا أو شركة ماك. إن شاء الله بإذن الله أنا هوضح لكم يعني كل محاضرة هيتم شرح فيها إيه بالظبط إن شاء الله يعني. طيب أعرفكم بنفسي، محمد رمضان مهندس ميكانيكا ومحاضر اي سي دي ال واي سي 3 ومحاضر ام او اس ومحاضر في مجال الهندسة الميكانيكية ومدير تسويق ومدير علاقات عامة ومدير موارد بشرية. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ بداية كويسة مع بعض النهاردة إن شاء الله في كورس جديد نستفاد بيه بكل حاجة إحنا ممكن نتعلمها في التأهيل للاختبارات الدولية. بالنسبة للمحاضرات هتترفع على اليوتيوب إن شاء الله. تمام، زي ما قال باشمهندس أحمد حسام بالنسبة للتاسكات اللي هتتسلم، علشان نشوف برضو مدى الاستفادة لكل متدرب خلال فترة الكورس بالكامل يعني. بحب طبعا أشكر باشمهندس أحمد حسام على المجهود اللي بيبذله، المجهود كمان اللي بذله في الدبلومة الفترة اللي فاتت، وبرضه بشكر باشمهندس عمر سليم برضه ان هو اتاح لينا ان احنا نكون محاضرين في الصرح العظيم ده، واتمنى يعني من كل واحد ان هو يستفاد ان شاء الله من شركه بيم اريبيا الفتره اللي جايه من الكورسات اللي هي بتقدمها ان شاء الله باذن الله بالتعاون مع الاكاديميه الامريكيه ومحافظه اسوان. نبدا ان شاء الله، جاهزين؟ طيب بداية كده قبل ما نبدأ إن شاء الله أنا عايز أعرف بس كل واحد يعرف إيه عن الـ ICDL أو الـ ICDL Teacher أو الـ IC3، إيه الفرق ما بين التلاتة؟ أنا لو عايز آخد شهادة باخد الـ ICDL ولا الـ Teacher ولا الـ IC3؟ واللي يميز كل واحدة عن التانية، حد سمع عنهم قبل كده، حد أخدهم، حد عنده خلفية، حد يجهز نفسه إنه يدخل الاختبارات الدولية؟ ما عنده. تمام، طيب باقي الناس أولا الفرق ما بينهم، يا قرص أو أي، هنسأل نفسينا أنا هاخد الـ ICDL أو هاخد الـ IC3 ليه؟ كويس ما شاء الله، في ناس حاصلة على الـ ICDL، كويس كويس خالص. بسم ما شاء الله. تمام، اولا انا كواحد علشان احصل على ترقية وظيفية او علشان خاطر مثلا احصل على درجة الماجستير او الدكتوراه كان بيفرضوا علينا ان احنا ناخد الاي سي دي ال او الاي سي 3، ان شهاده الاي سي دي ال او الاي سي 3 فهي اثبات ان انا عندي القدره على استخدام المهارات المكتبيه، مهارات الحاسوب، الويندوز، الانترنت، برامج الاوفيس، الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس، فده مجرد اثبات ان انا عندي المهارات المطلوبه. طيب دلوقتي مفيش مكان ما بيطلبش شهاده اي سي دي ال او اي سي 3، فانا لازم اجهز نفسي ان انا اخد يا اما اي سي دي ال يا اما اي سي 3.
بس ظهرت حاجة جديدة الفترة دي اللي هو اسمه التحول الرقمي، ونعرف يعني ايه تحول رقمي. طيب كده الصوت فيه أي مشكلة؟ الصوت واضح؟ تمام. انا عندي اي سي دي ال واي سي 3. الفرق ما بين الاثنين حاجه بسيطه جدا، ان الاثنين بدرس فيهم مهارات الحاسوب، الاثنين بدرس فيهم تطبيقات الاوفيس، الاثنين بتعلم فيهم المهارات الاساسيه لاستخدام الويندوز ايا كان نوع النسخه اللي انا هستخدمها، الاثنين بتعلم فيهم ازاي استخدم الوورد، ازاي استخدم الباوربوينت، ازاي استخدم الاكسل، ازاي استخدم الاكسس. الاثنين نفس الدراسه اللي انا بدرسها هنا هي بدرسها هنا، مع اختلافات بسيطة. ايه هي الاختلافات البسيطة؟ الاي سي دي ال انا بدرس الاساسيات فيها فقط، اما الاي سي 3 انا بتوسع في الاساسيات دي. يعني لو قلت لك ضيف لي صورة هتستخدم لي، يعني لو قلت لك ضيف لي صورة فدي كده حاجة تخص الاي سي دي ال. طيب ضيف لي صورة واشتغل على التنسيقات الخاصة بالصورة فده اسمه اي سي 3. يعني معنى كده ان الاي سي 3 هي اوسع واشمل من الاي سي دي ال، بس طبعا الاي سي دي ال هي اقدم بكتير من الاي سي 3. يعني اللي ظهر الاول الاي سي دي ال، ثم ظهرت الاي سي 3 من فتره قريبه. يعني الاي سي 3 ما كملتش 15 سنه او ما كملتش 20 سنه، اما الاي سي دي ال لها فتره كبيره. طيب بالنسبه للاي سي دي ال، الشركه بتاعتها هي شركه اريبيا، شركه اريبيا وهي اختصارة International Computer Driving License، الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. طيب الشركة دي مقرها فين؟ مقرها في القاهرة وليها مقر في الإمارات. طيب مين اللي بيمنح الشهادات دي؟ اللي بيمنحها منظمة أوروبية أو جمعية أوروبية اسمها European Computer Driving License، الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي، ومقرها فين؟ في إيرلندا. انا لما كنت بمتحن امتحان دولي، الامتحان الدولي فيه 36 سؤال، بيدي لك 36 سؤال تجاوب عليهم لمدة ساعة الا ربع، 45 دقيقة. طيب ظهر منها اصدارين، اصدار خامس واصدار سادس. الاصدار الخامس كنت بدرس فيهم سبع امتحانات، كنت باخد سبع امتحانات: اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت والبريد الالكتروني، أساسيات تكنولوجيا المعلومات، برنامج الوورد والباوربوينت والإكسل والأكسس. دول سبع امتحانات أنا بمتحنهم في الـ ICDL الإصدار القديم. الإصدار القديم حاليا مش متوفر، المتوفر حاليا الإصدار الحديث. الإصدار الحديث عمل إيه؟ في الإصدار الحديث ضم أساسيات الكمبيوتر مع الإنترنت مع تكنولوجيا المعلومات، خلاهم في امتحان واحد، وضم البرامج المكتبية اللي هو الوورد والباوربوينت والإكسل في امتحان لوحده، وضاف لك مادة جديدة اسمها الأمن السيبراني. يعني أنا الأول كنت على أساسيات الكمبيوتر لوحده بامتحن بيجي لي عليه 36 سؤال، الإنترنت 36 سؤال، تكنولوجيا المعلومات 36 سؤال. جه في الإصدار الحديث اللي هو متوفر حاليا ضم الثلاثة مع بعض، والثلاثة عليهم 36 سؤال، يعني قلل عدد الأسئلة بالنسبة للكمبيوتر إنترنت وتكنولوجيا المعلومات. بدل ما كل واحد 36 بقي الثلاثة مع بعض 36 سؤال. تمام. هتلاقي في جزء نظري وجزء عملي، أي امتحان في الدنيا ما يخلاش من الجزء النظري والعملي. طيب زي ما قلنا بالنسبة للإصدار القديم عندي سبع امتحانات، أما الإصدار الحديث ثلاث امتحانات. دي بالنسبة لشهادة الـ ICDL. طيب اللي تيتشر، نفترض أنا واحد من الناس امتحنت الـ ICDL، امتحنت الـ ICDL طيب وعايز امتحن الـ ICDL تيتشر، هل همتحن الامتحانات دي تاني من الأول؟ انا بمتحن الثلاث مواد الزياده فقط،
بمعنى دلوقتي انا كاي سي دي ال تيتشر انا هاخدها امتى؟ الاي سي دي ال تيتشر لو انا واحد بقدم مثلا على مسابقات في وزارة التربية والتعليم، مسابقات وزارة التربية والتعليم بيكون طالب الاي سي دي ال تيتشر، او اللي انا عشان اكبر معلم لازم يكون معايا شهادة دولية اي سي دي ال تيتشر، تمام؟ بتطلب مني الشهادة دي. بندرس فيها ايه؟ اساسيات الكمبيوتر، الانترنت، تكنولوجيا المعلومات، الوورد، الباوربوينت، الاكسل. دول 6 مواد انا امتحنتهم في الشهاده الدوليه الاي سي دي ال بس. طب لو حبيت امتحن دي بامتحن 3 زياده. ايه هم ال3 الزياده؟ اخر 3 هم امن المعلومات للمعلم، المشاركه عبر الانترنت، والطباعه وادخال البيانات. يعني كام ماده؟ 9 امتحانات بامتحنهم في الاي سي دي ال تيتشر. طيب بالنسبه للاصدار القديم في الاي سي دي ال، انا كنت بشتغل على ويندوز 7 واوفيس 2000، على ويندوز 10 واوفيس 2016. فده الفرق ما بين الاي سي دي ال الاصدار القديم والاصدار الحديث والاي سي دي ال تيتشر. طيب في شهاده اسمها الاي سي 3 اللي هو الانترنت كمبيوتر كور سيرتيفيكيشن. هو ليه قال لي سي 3؟ ادي سي 1، ادي 2، وادي 3، 3 سي، انا اسف 3 سي. فدي اختصارة الاي سي 3 انترنت كمبيوتنج كور سيرتيفيكيشن. نفس اللي انا بدرسه في الاي سي دي ال زي ما قلنا انا بدرسه في. طيب الاختلاف الثاني الشركه، شركه الاي سي دي ال اسمها اريبيا، شركه الاي سي 3 سيرتبورت. طيب مقر شركه الاي سي 3 فين؟ في القاهره، الامارات، والسعودية، لها مقر في كل دولة فيهم. برضو 36 سؤال لمدة 45 دقيقة. بالنسبة لمادة الأمن السيبراني لوحدها، المادة دي كلها نظري. مادة الأمن السيبراني بتمتحنها بس في الاي سي دي ال، مادة كلها نظري، كلها نظري. بتاخد 45 سؤال لمدة ساعة، 45 سؤال لمدة ساعة. طيب كده الصوت واضح ولا لسه برضه؟ الصوت ناس ولا لا؟ قبل ما اكمل الصوت واضح ولا لا؟ تمام كويس. طب ايه اللي انا باخده في الاي سي 3؟ برضه نفس اللي باخده في الاي سي دي ال، اساسيات الكمبيوتر بس بامتحن 3 امتحان، الانترنت في امتحان لوحده، وال3 برامج اللي هو الوورد والباوربوينت والاكسل. يبقى ده الفرق ما بين الاي سي دي ال والاي سي 3. الاي سي دي ال اصدار الحديث اللي انت هتمتحنه دلوقتي بتمتحن فيه 3 امتحانات، الاي سي 3 برضه 3 امتحانات. تشتغل على ويندوز 10 واوفيس 2016. اهم حاجه عندك اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، تكنولوجيا المعلومات، الوورد، الباوربوينت، الاكسل. ده اللي انت بتاخده في الاي سي 3. زياده عليهم في الاي سي دي ال الامن السيبراني. طيب الاي سي دي ال تيتشر بتاخد 3 مواد زياده عليهم كمان، امن المعلومات للمعلم، الطباعه وادخال البيانات، والمشاركه والتعاون عبر الانترنت. ده الفرق ما بين الاي سي دي ال والاي سي 3. 2-1 زي ما قلنا، بس دي شركه ودي شركه، اريبيا وسيرت بورد. هنا بدرس اساسيات في الاي سي دي ال، والاي سي 3 انا بتوسع شويه في اللي انا باخده اصلا في الاي سي دي ال، يعني بتكون اوسع واشمل من الاي سي دي ال. طيب لحد الان
في حد عنده سؤال في الفرق ما بين الاي سي دي ال والاي سي 3؟ في اي سؤال في الفرق ما بين الاي سي دي ال والاي سي 3؟ طيب اي الشهادتين اقوى؟ الاثنين على فكرة، يعني سواء اخدت دي او دي، سواء اخدت دي او دي الاثنين كويسين، يعني سواء اخدت الاي سي دي ال او الاي سي 3، يعني الاي سي 3 تغني عن الاي سي دي ال والاي سي دي ال تغني عن الاي سي 3، يعني سواء دي او دي. بس دلوقتي اغلب وظائف التربية والتعليم بيطلب اي سي دي ال، تلاقي مثلا الجامعات اي سي 3 والتحول الرقمي اللي احنا هنعرفه كمان شوية. لا ملهاش مدة محددة شهادة الاي سي دي اللي انا اعرفه، والاي سي 3 ملهمش مدة محددة، بس التحفظة كمان شوية ليها يعني مدتها المحددة 5 سنين، بجددها كل 5 سنين. اما الاي سي دي والاي سي 3 ملهاش مدة. عندك الشهادة الثالثة اسمها الموس أو الـ MOS، مايكروسوفت أوفيس سبيشاليست، متخصص مايكروسوفت أوفيس، دي تبع شركة مايكروسوفت، تمام. بدرس فيها البرامج المكتبية اللي هي الأوفيس بس، اللي هي سواء كان الوورد أو الباوربوينت أو الإكسل أو الأكسس أو الأوتلوك، ده بالنسبة للـ MOS. يعني لو جينا رتبناهم من أقل حاجة لأعلى حاجة، اي سي دي ال، اي سي 3، الام او اس. طيب بالنسبه للام او اس، شركه مايكروسوفت مقرها في الولايات المتحده، المؤسس بتاعها بيل جيتس. وزي ما قلنا بالنسبه انت تمتحن في 3 حاجات، شوف انت هتختار، انت عندك 5 برامج. انا واحد من الناس قبل ما بدخل الامتحان الدولي في الموس عموما، انت بتختار انت عايز تمتحن ايه، الماده اللي عايز تمتحنها. افترض انا عايز امتحن وورد بس، امتحن وورد بس. طيب كل برنامج من البرامج دي ليها 3 مستويات، ليها 3 مستويات. المستوى الاول اللي هو السبيشاليست المتخصص، المستوى الثاني اكسبيرت اللي هو خبير، المستوى الثالث الماستر، يقول لك انا معايا ماجستير في الاوفيس. فكل برنامج من البرامج دي بتمر ب3 مراحل في الموس، سبيشاليست متخصص، واكسبيرت اللي هو خبير، وماستر اللي هو زي ما قلنا زي ماجستير كده. فانا بدخل امتحان دولي، انا والله عايز امتحن برنامج الوورد بس عايز امتحن الماستر، انا عايز امتحن برنامج الباوربوينت بس عايز امتحن السبيشاليست، انا عايز امتحن الاكسل بس عايز امتحن الاكسبرت. فزي ما قلنا البرنامج ليه تلات، كل برنامج ليه 3 مراحل، انت بتختار المرحلة اللي عايز تمتحن فيها. ده بالنسبة للموس. الشهادة اللي ظهرت الأخيرة اسمها شهادة تحول الرقم. لحد الآن شايفين إن المواد كلها واحد، يعني اختلافات بسيطة بس في المواد. عندك في التحول الرقمي اللي منزلها الجامعات عموما، تلاقي الجامعات المصرية جامعات منزلها دي بشهادة اسمها التحول الرقمي. أنا عشان أخد دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه بيقول لك لازم تاخد شهادة. شهادة التحول الرقمي بدرس فيها 5 مواد إجباري لازم أمتحنهم: أساسيات الكمبيوتر، أساسيات تكنولوجيا المعلومات، الوورد، الباوربوينت، الاكسل. دول 5 دول لا غنى عنهم، لازم همتحنهم. طيب عندك 5 هتختار منهم 2، 5 هتختار منهم 2، يعني انت بتمتحن في 7 برامج او 7 امتحانات. طيب برنامج الاكسس، برنامج الفوتوشوب، الموبايل ابلكيشن تطبيقات الهاتف، ترودكشن تو كمبيوتر نتورك مقدمة لشبكات الحاسوب،
واللي هو الويب اديتنج اند بابليشنج، التحرير والنشر عبر الانترنت. بتختار من الخمسة دول اتنين بس، واسهلهم الاكسس والفوتوشوب، يا اما مثلا الاكسس والموبايل ابلكيشن. يعني اختار ما بين التلاتة دول، دول اسهل برامج ممكن تختارهم في التحول الرقمي لو لما تيجي تمتحن. نزل لها الجامعات المصرية، يعني ما يجيش حد مثلا يقول لي انا منزل عندي شهادة تحول رقمي. طب حلو، انت منزلها، طب منزلها باعتماد ايه؟ هل باعتماد جامعة مصرية ولا لا؟ ان شهادات التحول الرقمي بيتم اعتمادها من الجامعات ايا كان الجامعة اللي بيتم اعتماد شهادة التحول الرقمي. مدة التحول الرقمي 75 ساعة، 75 ساعة. ده بالنسبة للفرق ما بين الشهادات الـ ICDL والـ ICDL Teacher والـ IS3 والـ MOS والتحول الرقمي. لحد الآن في أي مشكلة؟ لحد الآن في أي مشكلة مع الناس؟ تمام، كويس. شهادة التحول الرقمي الفترة الزمنية بتاعتها أو الصلاحية بتاعتها 5 سنين، بعد ال5 سنين بتجددها تاني، بتجددها بامتحان. طيب، أول جزء عندي هناخده إن شاء الله مع بعض أساسيات الكمبيوتر، ويندوز 10. الأسئلة اللي بتيجي فيه في الامتحانات الدولية بتكون أسئلة بسيطة جدا، يعتبر هقول لك مثلا جزء نظري وجزء عملي. فإحنا هناخد ده وهناخد ده إن شاء الله مع بعض. طيب، كده أدي عندي سطح المكتب، أو الشاشة الافتتاحية. ده بالنسبة لي الشاشة الافتتاحية، دي اللي بيكون عليها الايقونات بتاعت سطح المكتب، دي اسمها ايقون، دي اسمها ايقونه. يعني بيجي لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك حرك مثلا ايقونه مثلا متنوع الى اعلى يمين الصفحه، اعلى يمين. همسك الايقونه بكليك شمال واسحبها اعلى يمين الشاشه اللي عندك. ده سؤال بيجي في الامتحان الدولي. طيب تعالوا كده نعمل حاجة تاني، تعالوا كده نحرك، اتحرك معايا. طيب تعالوا مثلا نحرك دلوقتي، مش هتحرك. السؤال مش هيجي سهل خالص زي ما انا عملته. انا عايز احرك، مش عايز اتحرك. ليه؟ هنعرف كمان شوية ليه مش عايز اتحرك. اتحرك معايا، اتحرك، وهنعرف انا عملت ايه بالظبط. بص، هو مش الدولي تلاقي فيه ميزات اكتر من ويندوز 7 او 8، هتلاقي 8 مقارب شوية من 10، هتلاقيه مقارب شوية من 10. تمام، حلو خالص. زي ما قلنا ده اسمها ايقونه، دي اسمها ايه؟ ايقونه. ينفع طبعا، ينفع. هتلاقي برضو في اوامر كتيره من هنا موجوده في ويندوز 7، طبعا ما فيش اي مشكله. زي ما قلنا دي اسمها ايقونه، ده اسمه التاسك بار او شريط المهام، عليه سؤال برضو في الامتحان الدولي. ده بالنسبة للتاسك بار، التاسك بار بيبقى عليه التطبيقات اللي أنا مثبتها، بيبقى فيه قائمة ستارت، بيبقى فيه البحث، بيبقى فيه الساعة والتاريخ، بيبقى فيه اللغة، بيبقى مثلا لو كنت فاتح من لاب البطارية، بيبقى فيه لوحة المفاتيح، بيبقى فيه الصوت، بيبقى فيه مثلا واي فاي، بيبقى فيه مش عارف البلوتوث، بيبقى فيه كل حاجة ممكن تحطها موجودة هنا. برضه بيجيب لك السؤال يقول لك ايه، افتح شبكة واي فاي اسم كذا نت
وده اسم الشبكة كلها اللي هو اديهولك. برضو بيجيب لك سؤال مثلا ازاي تنشئ مجلد، انشئ مجلد، طيب حط لي مجلد فرعي داخل المجلد الرئيسي. تمام حلو خالص. نبدأ، ايه الفرق بين كليك يمين وكليك شمال؟ كليك يمين بيظهر معايا الخيارات المتاحة، كليك شمال فهي هدفها التحديد. كليك شمال هدفها ايه؟ التحديد. طيب ضغط بيفتح معايا ماي كمبيوتر او زيس بي سي، بيفتح معايا ماي كمبيوتر او زيس بي سي. طيب بداية كده انا عايز اعرف انا فاتحه، في كلمة اسمها زيس بي سي او ماي كمبيوتر، احنا قلنا علشان اظهر كليك يمين على اي حاجة عايز اظهر الخيارات بتاعتها، كليك يمين على اي حاجة عايز اظهر الخيارات بتاعتها، ادي كليك يمين وهقول له ايه بروبرتيز او خصائص، بروبرتيز الجهاز بتاعتي، يبقى على زيس بي سي واقول له بروبرتيز، لان هو بيجيب لك سؤال بيقول لك اعرف لي النسخة اللي عندك اصدار كام واكتبها لي، يمين على بروبرتيز او خصائص. طيب هنا مدي لك اسم 10 او هتلاقيها مكتوبة هنا في الويندوز اديشن الاصدار بتاع النسخة، اصدار النسخة بيقول لك ويندوز 10. زي ما قلنا في النقطة دي بيسألك على النسخة أو الإصدار اللي عندك، فالإصدار ويندوز 10 أو هجيبه من هنا ويندوز 10 برو. طيب بيسألك ساعات بيقول لك مثلا عايز أعرف الرام اللي عندك كام، فدور هنا في الخصائص على كلمة رام، فين رام؟ أهي رام 8 جيجا بايت. وبيسألك سؤال، طيب المعالج، المعالج انتل كور اي 7. طيب هنا بيقول لي اول حاجه قبل ما اشتري اي جهاز ببص على ثلاث حاجات او اربع حاجات اساسيه، البروسيسور او المعالج والرام والسيستم تايب نوع النظام وكارت الشاشه. هنا بيقول لي البروسيسور اسمه انتل كور اي 7 8550 يو سي بي يو 1.80 جيجا هرتز 1.99 جيجا هرتز. ايه معنى الكلام ده كله؟ ايه معنى اللي كاتبه في المعالج؟ العلامة التجارية او الشركة اسمها انتل كور، ده اسم الشركة انتل كور. طيب الفئة او الجيل، الجيل السابع اللي هو اي 7، اي 7 اللي هو الجيل السابع. يبقى العلامة التجارية او الشركة نفسها منزلة الاصدار من المعالج اللي هو الجيل السابع. طيب 8550، 8 اللي هو الفئة او الاصدار، الاصدار الثامن من الجيل السابع، الاصدار الثامن من الجيل السابع. طيب 550، 550 اللي هي سرعة المعالج الداخلية، بمعنى كل ما انا طلعت خطوة لفوق كل ما المعالج بيقوي معايا، يعني 600 700 800 900 950، فكل ما انا بزيد لفوق كل ما المعالج كان قوي معايا. طيب اليو، اليو معناها ان المعالج اللي عندي موفر للطاقة، يعني مش بيستهلك طاقة كتير. طيب السي بي يو اللي هي السنترال بروسيسنج يونت، دي اللي هو الرمز بتاع وحدة المعالجة المركزية. طيب الجيجا هرتز او 1.80 سرعة الجهاز، 1.80 سرعة الجهاز، كل برضو ما انت زودت كل ما الجهاز كان سريع معاك. في حد هتلاقي عنده مثلا 2.50 وهكذا. طيب تاني هنا زي ما قلنا المعالج اول حاجة الانتل كور اللي هو العلامة التجارية، الاي 7 الجيل ده الجيل السابع. طيب عندك اربع ارقام جنب بعض، 8550، الثمانية اللي هو الفئة أو الإصدار،
الإصدار الثامن من الجيل السابع. طب 550 سرعة المعالج الداخلية. طيب اليو، اليو معناها إن المعالج بتاعك موفر للطاقة، وزي ما قلنا السي بي يو هو اختصارة سنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية. 1.80 اللي هو سرعة الجهاز بتاعتك، سرعة الجهاز. في نوع تاني من المعالج اسمه AMD. AMD. طيب انا لو عايز اجيب معالج يستحمل معايا البرامج اللي هي مواصفاتها عالية جدا، فيفضل ان انا اجيب انتل كور. طب لو عايز معالج هستخدمه للالعاب AMD. AMD. طيب كل معالج ليه كذا جيل، يعني الانتل كور في من الجيل الثالث، الجيل الخامس، الجيل السابع، والجيل التاسع. طب الاي ام دي في منين اللي هو الاي 4، اي 6، اي 8، اي 10. اي 10 ده بالنسبه للاي ام دي والانتل كور. طيب بالنسبه عندك حاجه اسمها الرام، الرام اللي هي ايه؟ اختصارت راندم اكسس ميموري، راندم اكسس ميموري، ذاكره للقراءه والكتابه. دي ذاكره مؤقته. يعني ايه مؤقته؟ هي اولا مسؤوله عن القراءه والكتابه، يعني هي مسؤوله عن قراءه البيانات اللي انا بقراها اللي ظاهره معايا على الشاشه، وهي المسؤوله عن الكتابه اللي انا بكتبها. يعني انا نفترض دلوقتي اهو كتبت اي حاجه هنا مثلا، فاللي انا بكتبه برضو مين المسؤول عن ده؟ برضو المسؤول عنه اللي هو الرام. طب ليه هي ذاكره مؤقته؟ لان في منيها كذا حجم، في منها 2، في منها 4، في منها 8، في منها 16، 32، 64، 128، 164، 256. طيب الروم هي ذاكرة للقراءة فقط. الروم بتكون دائمة، بتكون أصلا موجودة مع الجهاز، ما أقدرش أشيلها. أما الرام هي مؤقتة. ليه؟ لأن في منها كذا حجم، فبقدر أغير الرام زي ما أنا عايز. طيب السيستم تايب او نوع النظام في نوعين، في 64 بت وفي 32 بت. 64 بت بيشتغل مع الاصدارات الحديثه. طيب 32 بت بيشتغل مع الاصدارات القديمه. طب هقول لك مثلا 84، 84 بت هو هو 32، هو هو 32. طيب هنا بيقول لك ايه، هننزل كمان تحت شويه، بيقول لك مثلا برودكت اي دي، الاي دي بتاع المنتج بتاعك، الاي دي بتاع المنتج بتاعك. طيب ده بالنسبه للثلاث حاجات اللي ببص ليهم في خصائص الجهاز. طيب ببص على ايه تاني؟ عندك في حاجه اسمها كارت الشاشه، عندك انفيديا وعندك اي ام دي. انا برضو لو عايز اجيب كارت شاشه يستحمل معايا البرامج اللي هي امكانياتها عالية، فيفضل ان انا اجيب انفيديا. طيب لو هجيب مثلا حاجة تخص الالعاب اي ام دي، بس ده ما يمنعش ان انفيديا بستخدمه راس. هو يفضل لو هستخدم برامج امكانياتها عالية يبقى عندي كارت شاشة انفيديا، سواء كان جي تي اكس او جي تي اس او الار تي اكس. ده بالنسبة للمواصفات بتاعت الجهاز. طيب ده بالنسبة زي ما قلنا التاسك بار دي، عندك الساعة اهو، عندك مثلا تطبيق زي مثلا كمثال الاكسس التاسك بار، هروح اضغط كليك يمين عليه، هضغط كليك يمين عليه وهقول انبن فروم تاسك بار، يعني الغاء التثبيت من التاسك بار. يبقى هضغط كليك يمين على التطبيق اللي انا عايز اشيله وهقول له unpin from، الغاء تثبيت من التاسك بار. انا كده شلته من التاسك بار. طب عايز ارجع اثبته تاني، اضغط كليك يمين عليه، كليك يمين واثبته ازاي؟ هقول له حاجه اسمها البن تو تاسك بار، تثبيت في التاسك بار او شريط المهام، تثبيت في التاسك بار او شريط المهام او اتثبت. احركه ازاي؟ كليك شمال عليه واتحرك زي ما انا عايز. طيب انا دلوقتي عايز احرك دي، بحركها عادي،
بحركها عادي. طيب لو مثلا دوكت جي تحرك، مش عايزة تتحرك معايا، اتحرك معايا. طيب تعالوا كده مثلا نحرك. ليه مش عايزة تتحرك؟ ليه اهو، علشان لو ضغطت كليك يمين على سطح المكتب هيظهر معايا خيارات. اول حاجة فيو اللي هو عرض، عندك اول حاجة ايقونات سطح المكتب، تكبير وتصغير ايقونات سطح المكتب. كليك يمين واختار فيو، واختار حاجة اسمها اللارج ايكون، ايقونات كبيرة. دي اللارج ايكون، ادي الايقونات الكبيرة. طب عايز اخليها متوسطة، برضو كليك يمين على سطح المكتب واختار فيو اللي هو عرض، واخليها ميديوم ايكون، ايقونات متوسطة اهي بالشكل ده. طب عايز اخليها صغيرة، كليك يمين فيو واختار سمول ايكون، سمول ايكون. كليك يمين فيو واروح اشيل علامة الصح من كلمة اسمها شو ديسكتوب ايكون. شو معناها؟ عرض ايقونات سطح المكتب، متعلم عليها علامة صح معناها ان هي معروضة. طب تعالوا كده نشيل علامة الصح، اختفت، خفالي ايقونات سطح المكتب. عايز اظهرها تاني، كليك يمين فيو واختار او علم علامة صح على شو ديسكتوب ايكون، فظهرت معايا. الايقونة دي مش عايز تتحرك ليه؟ علشان من فيو متعلم علامة صح على الاوتو ارينج ايكون. يعني ايه اوتو ارينج؟ يعني بيحافظ معايا على الترتيب التلقائي. حرك اتحرك معايا، يعني ايه ترتيب تلقائي؟ يعني الترتيب اللي هو عامله لايقونات سطح المكتب هو محافظ عليها. اهو لو حطيت علامة الصح مش هيتحرك. طب تعالوا كده نشيل علامة الصح، حرك عادي. طيب انا ينفع اجيب الايقونة دي اخليها في النص هنا؟ لا. طيب تعالوا كده نشيل علامة الصح من align icon to grid اللي هو بيحافظ معايا على المحاذاة. اهو حطها في النص، اتحطت معايا في المنتصف. طيب هو محاضرة النهاردة بس هي أساسيات، يعني أنا مش هطول فيها عشان خاطر برضو يعني إحنا عرفنا الناس بالأساسيات الامتحان إزاي، الدنيا بتكون جاية فيه إزاي، وعشان أنا برضو أحل مشكلة النت اللي عندي يعني. تمام. طيب ده بالنسبة لقائمة ستارت أهو. لو عايز أعمل إعادة تشغيل ستارت، لو عايز أقفله خالص شت داون. طيب عندك حاجة اسمها سليب وهايبر نت، وهايبر نت. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ هايبر نت الميزة بتاعتها كأني بعمل للجهاز مش أور ستارت، كأني بعمل له شت داون، بس إيه أي حاجة أنا فاتحها، اي حاجه فاتحها، ادي مثلا باوربوينت، ادي وورد، ادي مش عارف المتصفح، رحت عملت هايبر نت، اول ما اشغل الجهاز هيشتغل تاني على الحاجات اللي هي اللي انا فاتحها. يعني الحاجات اللي انا فاتحها مش هتتقفل، هتفضل زي ما هي، هتفضل زي ما هي. اما السليب بيخلي لي الجهاز في وضع السكون، سكون يعني كأن المكونات بتاعته مش شغالة أصلا، كأن المكونات بتاعته مش شغالة أصلا. هنا لو عايز أبحث على حاجة داخل الجهاز، تمام، لو عايز أنشئ مجلد كليك يمين على سطح المكتب، وطالما قلت لك إنشاء، طالما قلت إنشاء يبقى هختار حاجة اسمها نيو، وأقول له فولدر نيو، بعد كده فولدر، كليك يمين نيو ثم فولدر او مجلد، واسميه مثلا الاسم اللي انا عايزه، اسميه الاسم اللي انا عايزه، قانون مثلا التعاون مثلا، ادي سميته. طيب عايز احذفه، كليك يمين عليه واختار ديليت او حذف، ديليت او حذف. عايز اعمل له نسخ كوبي، عايز اشيله من المكان اللي فيه كت. هايبر نت برضو هنعرف ازاي نظهرها ان شاء الله، في طريقة بظهرها بيها، في طريقة بتظهر بيها الهايبر نت.
طيب حلو خالص لحد الآن. أدي ده بالنسبة لي إيه؟ ده بالنسبة لي مجلد رئيسي. طيب لو قلت لك انشئ لي مجلد فرع داخل قانون التعاون، هتروح تفتح قانون التعاون وتنشئ جواه مجلد. كليك يمين نيو واختار فولدر وانشئ المجلد اللي انا عايزه، انشئ المجلد اللي انا عايزه. حلو خالص لحد الآن. يبقى ده اللي هو الرئيسي، واللي جواه بيكون المجلد الفرعي. اما ده اسمه ايه؟ ده اسمه فايل، ملف تشغيل، هو المسؤول عن تشغيل برنامج معين. يعني ما اقدرش اجيب الفولدر احطه داخل فايل، لكن العكس صحيح، اجيب الفايل احطه داخل فولدر. حلو خالص لحد الآن. طيب انا لو جيت فتحت مثلا ملف زي او مستند زي الوورد كده، فبيسألك سؤال برضو في الويندوز، بيقول لك ايه؟ بيقول لك علم على الريبون او شريط الادوات. اولا اللي فوق ده اسمه شريط العنوان، فايل هوم انسرت ديزاين لي اوت ريفرنس ميلينج، ده اسمه شريط القوائم، ده اسمه شريط القوائم. كل قائمه فيهم نازله منيها مجموعه ادوات، فاسمه شريط الادوات او الريبون. يبقى ده الريبون اللي فيه اللي هو نوع الخط، حجم الخط، يبقى ده اللي هو القوائم زي ما قلنا. كل قائمة فيها نازلة منها مجموعة أدوات اسمه الريبون أو شريط الأدوات، واللي تحت ده اسمه شريط الحالة. وهناخد كل ده إن شاء الله مع بعض لما ندرس بالتفصيل برنامج الويب. حلو خالص لحد الآن. طيب بسألك برضو سؤال تاني، مثلا بيقول لك سيدنا محمد، ماشي، ادخل مثلا على الكنترول بانل واعمل لي تثبيت للبرامج اللي عندك او برنامج معين. ادي كنترول بانل، وهتلاقي في كلمة اسمها البروجرام او البرامج، واختار بروجرام اند فيزر أو واختار البرنامج اللي انا عايز اعمل له الغاء تثبيت، واقول له من فوق كلمه اسمها انستول. يبقى من كنترول بانل او لوحه التحكم، واختار بروجرام او برامج، واختار اللي هو البروجرام اند فيزر برامج، واختار البرنامج اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت، واقول له انستول او الغاء تثبيت. طيب حلو خالص. ده بالنسبة. طب بيسألك سؤال تاني، بيقول لك برضو افتح لي الآلة الحاسبة، افتح لي الآلة الحاسبة. فأروح في السيرش اللي تحت وأكتب كالكوليتور، الآلة الحاسبة، أكتب اسم الآلة الحاسبة. وأروح أفتحها، هو بيقول لك افتحها وسيبها، افتح الآلة الحاسبة وسيبها، ما يهموش أي حاجة تاني. طيب في برضه سؤال تاني بيسأله لك، ادخل على كنترول بانل وعين لي طبعة جديدة. طيب عندك هنا حاجة اسمها الهاردوير اند ساوند، الأجهزة والطابعات، الأجهزة والطابعات، هندوس عليها واختار من فوق كلمة اسمها devices and printer، الأجهزة والطابعات. أدي دي كل الطابعات اللي عندي. هيقول لك مثلا قم بتعيين طبعة جديدة، هضغط كليك يمين على الطبعة اللي قايل لك على اسمها، وأقول له كلمة اسمها set as default printer، تعيين كطبعة افتراضية. أقول له إيه؟ set as default printer. طيب لو قال لك اعرض لي إيه الأوامر اللي أنا مديها للطبعة دي، كليك يمين عليها واختار كلمة اسمها see what is printing، عرض ما تم طباعته.
بيظهر هنا الأوامر أهو، ده أمر ظهر معاك، عايز ألغي الأمر ده ألغيه إزاي؟ كليك يمين عليه وأقول له كنسل أو إلغاء الأمر أهو. ده بالنسبة للطبعة، حلو خالص لحد الآن. طيب لو قال لك مثلا غير الخلفية بتاعة سطح المكتب، كليك يمين وأقول له بيرسونالايز أو تخصيص، بكليك يمين واختار بيرسونالايز تخصيص، ومن الباك جراوند هروح هنا في الباك جراوند اختار الصورة اللي انا عايزها. طب هي ليه مش ظاهرة عندي هنا؟ علشان النسخة عندي محتاج يتعمل لها عملية اكتيفيت او تنشيط. ده بالنسبة ازاي تغير خلفية سطح المكتب. طيب لحد الآن الدنيا تمام. انا مفترض دلوقتي مثلا دخلت على حاجة زي كده ايقونات مجلد، وقال لك ودي لي الايقونه دي واديها لي على سطح المكتب، كليك يمين. طالما قال لك وديها لي او ارسلها، ارسال ايه؟ فين اللي بتدل على كلمه ارسال من هنا؟ سند تو، سند تو ارسال الى، هو قال لك ارسلها لايه؟ الى سطح المكتب، سند تو، وهقول له ديسكتوب او سطح المكتب، ديسكتوب او سطح المكتب. طيب عن طريق مثلا بلوتوز، قول له بلوتوز. طب لو قال لك عن طريق الميل، اختار ميل. طب لو قال لك ثبت لي دي على على التاسك بار، احنا قلنا عشان نثبت ازاي، كليك يمين وفي كلمة اسمها البن تو تاسك بار، تثبيت على شريط المهام، ادي تثبت تحت. طب عايز اشيله، كليك يمين عليه واختار انبن فروم تاسك بار، يعني الغاء التثبيت من التاسك بار، الغاء تثبيت من التاسك بار. طيب لو عايز اخليه في قائمة ستارت، خليه هنا، خليه ازاي؟ اثبته ازاي هنا في قائمة ستارت؟ برضو كليك يمين واختار حاجة اسمها البن تو ستارت، بن تو ستارت. حلو خالص لحد الآن. أتمنى لحد الآن ما يكونش في أي مشكلة مع أي حد بالنسبة لموضوع الأسئلة. تمام تمام كويس. سعد بيقول لي ادخل داخل زيز بي سي وابحث مثلا أو ابحث على كل الصور الموجودة عندك، ادي في السيرش فوق، هروح اكتب الامتداد دوت، امتداد الصورة ايه؟ جي بي جي اهو. فادي بحث لك عن كل حاجة امتدادها ايه؟ جي بي جي. فانا علشان ابحث على امتداد حاجة معينة، لو قال لك ابحث لي مثلا على فيديوهات، فامتداد الفيديو ام بي 4، هتقول له دوت ام بي 4 اهو، دي كل الفيديوهات اللي عندك. طيب ميوزك ام بي 3، طيب لو قال لك ابحث لي مثلا على مستندات وورد، امتداد الوورد دي او سي اكس، فدي كل مستندات الوورد. طب لو قال لك ابحث لي على باوربوينت بي بي تي اكس، ده اللي هو الامتداد. هبعت لكم البرنامج بتاع الاكتيفيت. حاضر. طيب فيعني ايه امتداد اصلا؟ الامتداد هو المسؤول الاساسي عن تشغيل اي برنامج. قلت لك انشئ لي مثلا مستند وورد، كليك يمين نيو وهقول له مايكروسوفت وورد دوكومنت، بتلاقي في الاخر في كلمه اسمها دي او سي اكس، ده الصيغة الأساسية بتاعة البرنامج، هي المسؤولة عن التشغيل بتاعه. تعالوا كده نشيلها وندوس انتر، بيقول لي are you sure you want to change it، يعني انت متأكد ان انت عايز تغيرها؟ هنقول له yes. ايه اللي حصل؟ حول معايا المستند لورقة بيضاء اهو، اصبحت غير صالحة للاستخدام. ليه؟ لان انا مسحت الامتداد الاساسي بتاعه.
اللي هو الدي او سي اكس، دي او سي اكس. طيب لو انا مثلا دخلت على برنامج معين او دخلت على لعبة معينة واللعبة مهنجة معايا مش عايز تطلع، او ادوس او بلغي التطبيق او ازيل التطبيقات الغير مستجيبة ازاي؟ كنترول مع الت مع ديليت، كنترول مع الت مع ديليت علشان الغي التطبيقات اللي هي غير مستجيبة. هنا في بنك أسئلة بالنسبة للأسئلة النظرية اللي بتيجي في الامتحان الدولي بالنسبة للإنترنت بالحلول بتاعتها. كل القصة أنا يعني مش هطول أكتر من كده، أنا حبيت إن هي محاضرة دلوقتي تكون بس يعني تعريف للناس على الحاجات اللي هتتم الفترة اللي جاية. هندخل شوية على الإنترنت، هنستخدم برنامج الوورد. هو مسؤول أصلا عن إيه؟ عن كتابة المستندات، التقارير، الكتب. هو برنامج أصلا خاص بالمستندات عموما. الباوربوينت، العروض التقديمية، لو عايز أعمل عرض تقديمي لمشروع معين أو أيا كان الشيء اللي عايز أعمله العرض التقديمي. الوورد هنا بيهتم معاك بالكلام الكتير، يعني ممكن أحكي فيه زي ما أنا عايز، أما الوورد بيهتم بالاختصارة. الإكسل اللي هو خاص بالمعادلات والجداول الإلكترونية لو عايز أعمل قاعدة بيانات، والأكسس برضو بيعمل لي قاعدة بيانات، والإكسل اللي بستخدم كمان فيه معادلات، بستخدم فيه معادلات أنا وشغال. هندرس كل ده إن شاء الله بالتفصيل ممل مع بعض. الوورد، الباوربوينت، الإكسل، الأكسس، والأوتلوك، الخمس برامج اللي هناخدهم، وهنشرح ويندوز 10 بالتفصيل بالتفصيل، حتى الأسئلة اللي مش هتجي لك في الامتحان الدولي هنشرحها برضو، تمام؟ وهنشرح أساسيات الإنترنت زي ما قلنا، وهنشرح برضو اللي عايز يدخل الـ ICDL Teacher، هنشرح برضو الجزء الخاص بالـ ICDL Teacher اللي هو التعاون عبر الإنترنت وأمن المعلومات للمعلم والطباعة وإدخال البيانات. وزي ما قلنا هناخد المنهج الاساسي بتاع الاي سي دي ال والاي سي 3 والاي سي دي ال تيرشر، بجانب طبعا احنا كل الاسئله بتاعت الامتحانات الدوليه، اسئله الامتحانات الدوليه بالكامل هناخدها مع بعض عشان تدخل انت مؤهل انت تجيب اعلى سكور في الامتحان الدولي بدون ما تحتاج ان انت تاخد كورس بره. يعني الكورس اللي احنا هناخده مع بعض ان شاء الله كافي ان هو يخليك تدخل الامتحان الدولي من غير ما تاخد اي تدريب بره. ربنا يخليك يا هندسه، ربنا يخليك يا هندسه. ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى الناس تستفاد الفتره اللي فاتت، الفتره اللي جايه انا اسف، الفتره اللي فاتت برضو اتمنى الناس تكون استفادت من دبلومه مايكروسوفت، وباذن الله انا بالتوفيق لكم فيما هو قادم.